السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا هذه فرصه باش نعرفوا دائما كيفاش نحسبوا التا لاموين ديالنا في الرياضيات. هنا عندنا معاده اوبتوني 12 دي 10 دو برومي دوفوار، دونك جاب 10 12 في الفرد الاول و10 في الفرد الثاني. هنا كاين نوت دواتيل افوار او ترويزيام دوفوار، شحال خاصو يجيب في ترويزيام دوفوار باش تولي عنده 14 في لا مويان جينيرال ديال الماده. هنا بروبليم كما كان فيه انكوني واحد، اون سول انكوني هو كيكون فيه مجهول واحد، يعني واحد الحاجه اللي خاصاني. اش كندير؟ كنردو ايكواسيون، ايكواسيون كنحل الايكواسيون ولا سوليسيون ديال الايكواسيون هو الجواب ديال السؤال ديالي. مثلا هنايا عندنا خاصنا النقطة ديال الفرد الثالث، دونك ناخدو إكس سوا إكس لا نوت دو تخوازيام دوفوار، دونك إكس لا نوت ديال تخوازيام دوفوار. دونك ليكواسيون شناهي؟ غنهز الفرد الأول، غنزيد ليه الفرد الثاني، غنزيد ليه الفرد الثالث، وشنو غندير ليهم؟ كنقسمهم على ثلاثة، دوز ثلاثة الفروض ونقسمهم على ثلاثة، إلا كانوا عندي جوج فروض في الدورة كنقسمهم على جوج، دونك عندنا دونك دوز بلوس ديس بلوس لا نوت ديال تخوازيام دوفوار ما عندناش، هي اللي عطيناها إكس بلوس إكس إيكال. هنا كي اللي كيدير هكا كيدير ايغال شحال؟ لا موين خص تكون عندو 14 ايغال ا 14، ولكن حنا راه ماشي كنجمعو لي كونترول بثلاثة وكنحطو لا موين اللي عطاتنا، كنقسموهم على ثلاثة، دونك هنايا غادي نديرو هادشي كولو غنقسمو على ديفيزي باغ 3. دونك دابا غنديرو لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون، 12 بلس 10 بلس اكس ديفيزي باغ 3 ايغال ا 14. اول حاجه مبرسطاني في ليكواسيون هي 3 هادي باش نحيد داك لو دينوميناتور، داك المقام نحيدو. هنا 3 اشنو غادي ندير؟ عندي 3 لتحت غنضرب في 3 الفوق، غنضرب هنايا في 3 ونضرب هنا في 3، شفتوا اشنو درت؟ ولكن واحد الحاجه ملي نضرب هنايا في 3 خصني ندير لي بارونتيز لان طلعتها للفوق، دونك 3 هادي ضربنا في 3 3. علاش ضرب فيها؟ باش نتهزل بها، دونك كتمشي ليا 3 مع 3. اش كيبقى ليا؟ كيبقى ليا 12 بلس 10 بلس اكس ايكال 14 فوا 3 هي 42، وكتولي عندي ايكواسيون سامبل. كنكمل لا سوليسيون هنايا لا ميزون ديال اكس، دونك كنخلي ايكال هنايا لا ميزون ديال اكس كينزل كيبقى في الدار ديالو، ها هو 12 42 كتنزل كتبقى في دارها هي، هادو خصهم يمشيو عند لي نومبر ميبقاوش ليا مع اكس. 10 غتمشي لهنا غتولي موان 10 غتغير ليها لو سين، الخطا اللي كنديرو هو مكنشونجيوش لي سين، كنحول وكنخليه 10 هي 10. 12 عندها بلوس غتحول تاهي غتولي موان موان 12، وكيولي عندي اكس ايكال، دونك كنعاود نزل اكس هنا 42 موان 10 هي 32، 32 موان 12 هي 20، دونك ايكال 1، دونك خصو يجيب 20 على 20 في الفرش الثالث، ونتمنى ان شاء الله كاملين تجيبوها، دونك باش تولي عندو 14 في لا مويان ديال المادة. دونك كنقولو كنتأكدو بعدا، نتاكد باش نتاكد بلي لا سوليسيون ديالي صحيحه ولا ما صحيحاش، كنهز هاد 20 هادي، الا بغيتش ندير في التحرير كنمشي للواجهه 20 كنزيد ليها 10 و 12 10 و 12، دونك 20 30 42 42 ديفيزي بار 3 هي 14، دونك لا ريبونس ديالي صحيحه. وكندير لانتربريتاسيون كنجاوب على لا كيسيون. درت واحد الفيديو على الريزوليسيون دي بروبليم، دابا غندير دي فيديوهات اخرين، وهذا الفيديو الثاني. دونك كيكون عندنا هاد البروبليم والمشكل اللي كيكون عند لي زيلاف هو
Mais qui fait mouche le problème? Qui est le problème de la langue? Ou qui est le problème de l'argent qui est le problème de l'équation? Qui est l'équation? Nous avons les étapes de le problème, nous avons l'inconnu bien, nous l'inconnu. Il est l'inconnu. On dit l'équation, l'équation est la réponse. عندنا راك شفت لكم بروبليم حاولوا ديروا بوز الفيديو حتى ديروا نتوما محاوله عاد تشوفوا لا ريبونس دونك هنا الا شفتوا معايا 3 بيرسون سو بارطاج اون سوم خصني نفهم البروبليم مزيان عاد نبدا نكتب ماشي غنجيو نحطون هادو 3 بيرسون سو بارطاج اون سوم دو 1900 درهم دونك 1900 درهم غيقسموها بيناتهم ولكن ماشي غيقسموها بالتساوي نكمل البروبليم لا دوزيام لا سكوند هذا هو سوا 60 درهم دو بلي كو لا بروميير يعني اشنو ماشي هو غياخذ 70 درهم دونك باش نفهمو مزيان راه ماشي قال لك هو غياخذ 70 درهم غياخذ 70 درهم زايده على الاول دو بلي هادي هاني كتبتها بلون مغاير انه مثلا الى الاول خدم 100 درهم تا الى الثاني خدم 100 درهم الاول خدم 100 درهم الثاني غياخذ 170 درهم يعني ديما الثاني فايت الاول ب 70 درهم اللي خداها الاول غتزيد عليها 70 درهم وتعطيها للثاني دابا كنبداو نقولوا باني الا عرفت شحال غياخذ الاول غنعرف شحال غياخذ الثاني دونك عندي المشكل دابا في الاول لا بار دو لا ثوازيام بيرسون ايتيغال او دوبل دو لا بروميير الا حبستي هنايا اش كيعني كيعني بان لا ثوازيام بيرسون الشخص الثالث غياخد الدوبل ديال البرومي يعني عاوتاني الا عرفت الاول الا خدم 100 درهم الثالث غياخد 300 درهم الاول خدم 200 درهم الثاني الثالث غياخد 400 درهم الامور مشبكه ولكن كلشي علاش كلشي على الاول الا عرفت الاول غنزيد ليه 70 درهم ونعطيه للثاني غندير ليه الدوبل ولكن راه ما كملتش البروبليم دابا علاش قلت لكم هادشي حيت هادو دي زيغور ديال لي زيلاف كيوصل هنا صافي كيمشي يحط ليكواسيون واخا يكون فاهم و دوبل دو لا بروميير موان 150 درهم انا كملت دابا لافخاص هنا الثالث كياخد الدوبل ديال البرومي حيد منها 150 درهم غادي تخربو دابا هانتوما الاول ما عرفناش الا عرفنا شحال غياخد الاول الثاني غياخد هذاك الشيء اللي خدا الاول كنزيدو عليه 70 درهم الثالث غياخد الدوبل مثلا الاول خدا 100 درهم الثاني غياخد 170 درهم والثالث غياخد 200 درهم الدوبل وغنحيدو منها 150 درهم يعني غير الثالث غياخد 50 درهم دابا كاين اللي غيقول لك او الدوبل ولا قل الاول خدا 100 درهم والثالث خدا 50 درهم اييه حيت هذاك الدوبل ديالو غتحيد منه 150 درهم اذا ملي غتجي الدوبل 200 درهم خص تحيد ليها 150 درهم وتعطيه 50 درهم الاول مثلا خدا 200 درهم الثالث غياخد 400 درهم الدوبل 400 درهم غنحيدو منها 150 درهم يعني غياخد 250 درهم دائما كتحيد الدوبل ونحيد ليه 150 درهم هادشي اللي قالينا في البروبليم ولكن هادشي كامل شحال غياخذوا في شحال غيقسموا غيقسموا 1900 درهم اذا اللي بغيت نوصل لكم ان كلشي على الاول دابا كاين اللي كيقول لك راه عندنا تروازا انكون يعني الاول اكس والثاني ايغريك والثالث زد غتحط انت ايكواسيون ا تروازا انكون لا راه قال لك هما كلهم مرتبطين بالاول يعني كلشي على البرومي الا عرفت البرومي شحال غيشد الاول غنعرف شحال غيشد الثاني وانا عارف شحال غيشد الثالث دابا فين كاين المشكل كاين في البرومي هو اللي غنعطيو اكس دونك سوا اكس سوا هكا كنخدم سوا اكس لا بار دو لا بروميير بيرسون دونك لا بار دو لا بروميير بيرسون هاد دابا اكس هو البرومي دابا غنحط ليكواسيون اهم حاجه ديرها في البروبليم تحط لاكوني دير ليكواسيون
دابا كاين اللي كتقول لي شحال غياخد بروميير بيرسون كيقول لك راه ما حنا ما عرفناش وهو اكس هذيك ما عرفناش غنسميوه اكس ما عرفناش اكس لا دوزيام بيرسون شحال غياخد سوا اكس دونك اشنو قالو هنا غياخد الثاني داكشي اللي غياخد الاول اللي هو اكس بلس 70 درهم يعني الاول خدا اكس ثاني هذاك الشيء اللي خد الاول غنزيدو عليه 70 درهم حنا ما عرفناش شحال خد الاول هو اكس غنزيدو عليه 70 درهم اي لا با دو لا دوزيام بيرسون شحال غياخذ الثالث اي الثالث اشنو قالوا لنا عاوتاني قالوا لنا الدوبل ديال البرومي موا اشنو هو الدوبل ديال اكس هو 2 اكس دونك 2 اكس موا 150 اي بابا دو لا ترويزيام بيرسون دونك نتمنى ان عاود قراو البروبليم مزيان الاول عنده اكس الثاني فايت الاول ب 70 درهم والثالث عنده الدوبل ديال البرومي الا خد هذا 100 درهم 200 درهم كنحيدو منها 150 يعني الدوبل كون قالوا لنا غير الدوبل غنحيدو هاد يعني اكس 2 اكس ولا قالوا لنا الدوبل زيد عليه شي حاجه كنديرو زائد الدوبل موا 150 غنحيدو ليه 150 دابا هذا لابار ديال البرومي هذا لابار ديال الدوزيام وهذا لابار ديال لو ترويزيام لا لا ترويزيام بيرسون شحال غيقسموا في الاخر غيقسموا 1900 اذا هادشي كامل الا جمعتي لابار ديال البرومي الو اكس وجمعتي زدتي عليه هذا اكس بلس 60 وزدتي عليه 2 اكس موان 150 شحال غيعطينا غيعطينا 1900 درهم دونك نتمنى ان الفكره توضح دونك اكس بلس اكس بلس 60 ها الاول زائد الثاني زائد الثالث شحال قسمو 1900 درهم دابا غنديرو الحل ديال المعادله شنو كنديرو اكس بلس اكس بلس 2 اكس هي 4 اكس درهم زائد درهم زائد 2 دراهم هي 4 دراهم دونك غير باش كيفاش كنجمعو هاد لي نومبر غنحولهم للجهه الاخرى اللي حولته هو اللي كنبدل ليه لوسين هادشي دائما كنقولو في لي زيكواسيون 1900 بقات بلاصتها هي درتها 1900 هادو هادي وهادي غيرجعو لليمن ديال يساوي غيتبدلو ليهم لي سين بلي 60 موان 150 غتولي بلي 150 و بلي 70 غتولي موان 70 دونك 4 اكس ايكال دونك هادي غتعطينا 1900 زائد 150 هي 2050 غنحيدو منها 70 هي 1980 الا قسمناها غير غتعطينا 1980 دونك الا بغينا اكس غنقسمو هنا على 4 ونقسمو هنا على 4 بوغ سامبليفي باغ اكس كيبقى لنا اكس ايكال دونك 1980 ديفيزي باغ 4 غتعطينا 495 دونك هي 495 درهم ها شناهي 495 درهم دابا غنمشيو نشوفو واش هادشي صحيح ولا ما صحيحش غنعوضو الا قلنا الاول غياخد 495 درهم وشوفو دابا الاول غياخد 495 درهم الثاني شحال غياخد 495 غنزيدو ليها 70 هي 565 دونك الثاني غياخد 565 درهم والثالث شحال غياخد غياخد الدوبل ديال الاول 495 في جوج هي دونك 495 كاينه 500 في جوج هي 1000 1000 هي 990 درهم دونك غياخد 990 990 غناخد حيدو منها 150 990 حيت غياخد الدوبل وغنحيدو منو 150 دونك غتعطينا 840 درهم دونك لو ترويزيام غياخد 840 درهم دونك هذه هي القسمه غنمشي نشوفو دابا نجمع هادشي كاملو غنجمعو 840
ونزيدوا عليها 565 ونزيدوا عليها 495. واش غتعطينا هذاك الشيء اللي تقسم عليهم ولا لا؟ دونك 1900. دونك هي هذيك اللي جربتوها عندكم راه غنعطيكم الجواب صحيح. اذا اش كنديروا؟ دونك لا بار دو لا بروميير بيرسون اي 565 et la part de la deuxième personne et 840 et la part de la troisième personne. Donc hedo هذا هو الحل ديال البروبليم. دونك نتمنى انكم تستافدوا وباقي غندير دي فيديو اخرين ان شاء الله على لي بروبليم باش نحاولوا نكونوا في افكار بزاف باش ما يبقاش عندنا داك المشكل ديال استخراج المعادله لان ديك ليكواسيون باش ديرها هي اللي صعيبه. هذا نوع اخر من لي بروبليم بحال هذوك اللي دوزنا قبل. عندنا حاولوا عاوتاني تفكروا في ليكزارسيس قبل ما تشوفوا لا ريبونس. دونك معادله اكوازون دو بليكو سون بيتي فرير دائما كما قلت لكم قبل ودابا غنقولها من بعد خصك تقرا مزيان البروبليم وتفهمو مزيان. يعني حتى راه واخا تكون كاع ترجمتيه الا ما فهمتيش مزيان البروبليم ما غتجاوبش. دونك معاد اتخوازون كاين اللي كيشوف دابا اتخوازون كيسحب واش عنده 3 سنين. هو راه ماشي 3 سنين اللي عنده اتخوازون دو بريكوسون بتي فرير يعني كبر من خوه الصغير ب 3 سنين. هما ثلاثه كاين هو وخوه الصغير و ليني دو لا فاميل ليني هو الكبير اخر اكبر. دونك كوسون بتي فرير اي 50 دو موا كوليني. اش كيعني هذا؟ هو كبر من خوه الصغير بثلاث سنين وصغر من خوه الكبير. بيان سور غيكون صغر من خوه الكبير ولكن شحال صغر من خوه بشحال؟ بخمس سنين. دونك عندنا هنا تخوا زانكونين تلاتة الناس ما عرفناش لي زاج ديالهم ولكن الا عرفنا ديال واحد غنعرفو ديال الاخرين. دونك الا عرفنا ديال معاد راه غنعرفو ديال خوه الصغير ولا عرفنا ديال خوه الصغير غنعرفو ديال خوه الكبير. دونك معاد كافيني باش نعرف لي زاج ديال لي زوطخ فخير. دونك الا خدينا مثلا اكس لاج دو معاد شوفو دابا انت خد اكس كيما بغيتي تقدر تاخد اكس لاج ديال لو بتي فخير وتقدر تاخد اكس لاج دو ليني. المهم تفهم اش كدير. الا خدينا مثلا غناخد اكس سوا اكس لاج دو معاد ودائما خصنا نحطو غنكوني ونديرو ايكواسيون ولكن باش نحطو ايكواسيون خصنا نشوفو بعدا اكس لاج دو معاد. الا كان اكس هو لاج ديال معاد شحال غيكون ديال خوه الصغير؟ هو كبر من خوه الصغير بثلاث سنين. يعني الا كانت عنده معاد 17 سنه خوه الصغير غتكون عنده 14. كانت عنده معاد 14 خوه الصغير غتكون عنده 11. دونك الا كان اكس هو لاج ديال معاد اش كندير؟ كنحيد ليه 3 سنين باش يولي عندي الصغير. دونك يعني راه سامبل غير نتوما كيخلعكم اكس. دونك اكس موان 3 اي لاج اي لاج de son petit frère. هنا لقيت لاج ديال سون بتي فخير هو اكس موان 3. الاخر ليني ليني كيفاش داير؟ كبر من معاد بربع سنين يعني لاج عاوتاني ديال معاد كنزيد ليه ربع سنين باش خمس سنين باش يعطيني ديال الكبير. اذا كنزيد ليه دونك اكس دونك x بلس 5 خصني نزيد ليه 5 سنين باش يكون لاج ديال خوه الكبير اي لاج دو ليني دو لا فامي. دونك لا فامي دابا فيها 3 فخير الكبير عندو x بلس 5 موين عندو x موان 3 والصغير او الصغير عندو x موان 3 والوسطاني عندو x. الا عرفت x دابا اكس هي اللي خاصاني باش نعرف لي زاج ديالهم كاملين. اذا شنو قالوا لينا هما؟
قلنا ساشون علما ان لا سوم ديال لي زاج كيساوي 26 عام دونك كلهم الا جمعناهم بثلاثه كيعطيونا 26 عام اشنو غنجمعوا غنجمعوا لاج ديال معاد ونزيدو عليه لاج ديال الخوف اكس موان 3 ونزيدو عليه لاج ديال ليني هادشي كلش كيعطينا كيعطينا 26 عام سي تري سامبل غندير كاع لي بارونتيز باش يبان ليكم واخا ما غيأثروش ها لاج ديال معاد ها لاج ديال خو الصغير ها لاج ديال خو الكبير الا جمعناهم حيت هما قالوا لنا لا سوم كنديرو حنا غير داكشي اللي قالوا لنا كيساوي 26 دابا غنحل ليكواسيون ونلقى اكس ملي نلقى اكس راه غنلقاهم كاملين عندي اكس بلس اكس بلس اكس هي 3 اكس ماشي اكس على بويسونس 3 دونك ردوا البال يعني الواحد يخدم عقلو شويه لي بويسونس ما يكونوش هنا درهم زايد درهم زايد درهم هي 3 دراهم موان 3 بلس 5 هي بلس 2 ولا نرجعو من الجهه الاخرى بلس 3 موان 5 شنو درت هنايا عندي 26 راه بقى البلاصه الليمن ديالي يساوي موان 3 كانت في اليسار رجعت لليمن ولات بلس 3 بلس 5 كانت في اليسار ورجعت لليمن ولات موان 5 وكنحسب 3 اكس ايغال دونك 26 بلس 3 هي 29 29 29 موان 5 هي 24 دونك هادو كلهم كيعطيونا 24 جو ديفيز باغ 3 علاش بوغ سامبليفي باش نختزل بثلاثة كنقسم على ثلاثة هنا ولا ثلاثة هنا اكس ايكال 24 سيغ 3 هي 8 غنمشي نجرب عاود تاني دابا معاد عندو 8 خوه الصغير شحال غيكون عندو كنحيد ليه 3 سنين 5 اون وخوه الكبير شحال غيكون عندو كنزيد 5 سنين لمعاد هي 13 اون إذن إلا كتلاحظو 13 بلس 5 هي 18 18 بلس 8 هي 26 دونك إلا جمعنا هادو عطينا 26 دونك إلا جمعنا 8 سنين و 5 سنين و 13 عام عطونا 26 يعني هادشي ديالنا صحيح دونك ألوغ ألوغ لاج دو معاد لاج دو معاد اي 8 لاج دو معاد اي 8 لاج دو سون بتي فخير دو سون بتي فخير اي 50 et l'âge de l'aîné donc l'aîné قلنا هو الكبير في لا فامي الى اني اي 13 وها حنا لقينا في الاخر الاعمار ديال الاخوه اذا ملي كنعرفوا دائما كما كنقول لكم ملي كنعرف نحط لان كوني وكنعرف نحط ليكواسيون راه كيولي كلشي ساهل حيت من بعد غير كنحل ليكواسيون وكنلقى الحلول غناخذ بروبليم اخر باش نزيدو نفهمو مزيان هو ان واحد البروبليم هنا هبادي الي دي زون جافي لا مواتي دو لاج جافي لا مواتي جافي اذا شنو كدوي كدوي على الي دي زون يعني قبل من 10 سنين كان عندها النص دونك راه واخا مساله صغيره ولكن خصنا الفهم ديالها كبير La moitié de l'âge que j'aurai le futur, donc c'est à avoir au futur, j'aurai dans 10 ans, quel est l'âge de Eva. Donc je fais un peu bien, donc haoulon, tu te boules à la, ou tu fais, ou dire au pause de la vidéo, tu te chauffes bien, achno, tu te chauffes bien, achno, tu te chauffes bien, il y a 10 ans, j'avais, après la chasse n'est qu'un indi, la moitié, nos, ديال داك العمر اللي غيكون عندي غيكون عندي من بعد 10 سنين كاين لاج دو هبه شحال هو لاج ديال هبه دابا حتى شنو غادي نديرو هنا باين لانكوني لانكوني هو لاج دو هبه دونك سوا اكس سوا سوا اكس لاج دو هبه شنو عندنا بعدا
شحال كان عندها قبل 10 سنين؟ اذا كان عندها دابا 20 عام قبل 10 سنين غتكون عندها 10 سنين، يعني قبل ما توصل 20 عام غتحيد منها 10 سنين. يعني اي عمر عندها دابا غتحيد ليه 10 سنين باش تهضر على الماضي. دونك الا كان عندها دابا اكس قبل 10 سنين شنو غيكون عندها؟ اكس موان 10 غنحيدو منه 10. دونك اكس، دونك اكس موان 10 هذا هو الراج ديالها قبل 10 سنين. اش كيساوي؟ قلت لك il y a des ans j'avais la moitié qui ساوي النص اللي كنقسمو على جوج. النص ديال اش؟ النص ديال لاج اللي غيكون عندها ابخي ديزون. من بعد 10 سنين شحال غيكون عندها؟ غتكون عندها اكس زائد 10 سنين. قبل 10 سنين ناقص 10 زائد 10 سنين غنديرو بلس 10 اكس بلس 10. انا بقيت غادي تحت ليكواسيون بلا ما نحس. Avant 10 ans, j'ai l'âge, j'ai la moitié, de ce que c'est la juge. Donc l'âge qui est connu après 10 ans, on va diviser la juge, on va l'âge qui était avant 10 ans. D'abord, on va résoudre l'équation pour voir l'âge qui est actuellement. Donc x moins 10. Là, احسن حاجه باش نحلو بحال هاد لي زيكواسيون هادو هو نضربو لواحد الباغار يكون عندنا لو ميم دينوميناتور. دونك هنا جو ديفيز باغ دو اي جو ملتيبلي باغ دو باش يكون عندي لو ميم دينوميناتور. هنا عندي الحق ضربت في جوج وقسمت على جوج، ولكن كاين ايغور هنا. شنو هو ايغور اللي درتو كيديرو بزاف ديال الزلاف؟ هو الا ضربت لتحت في جوج الفوق نضربو في جوج. كاين اللي كيقول لك راه ضربت الفوق في جوج، الفوق راه ضربنا غير اكس في جوج ما ضربناش 10 في جوج. درنا شنو غادي ندير؟ خصني ندير لي بارونتيز باش هادو كلهم يتضربوا في جوج باش نمشي دابا نسلم على بابا وماما وندير ديفلوبمون. وغتولي عندي دو اكس موان 2 فوا 10 هي 20 ايكال اكس بلس 10. علاش حيت المقام؟ حيت ملي كيكون عندي ملي كيكون عندي مثلا هنايا 2 هنا 2 هنا عندي 3 شحال غيكون هنا؟ غتكون 3 حيت 3 سيغ 2 إذا 3 سيغ 2 دونك هنا غيكون 3. دونك ملي كيكون عندي عددين لا هما نفس المقام يعني متساويان يعني أن البسط ديالهم بحال بحال. دونك داكشي اللي درت هنا عندي لي دونوميناتور بحال بحال وكاين التساوي يعني التاني نوميغاتور فورسيمون غادي يكونوا بحال بحال غيكونوا ايغو. اذا هادشي دابا داكشي اش كنديرو دينوميناتور كومون باش نتخلصو منو كيبقى ليا دو اكس. دونك هنا عندي دو اكس غتبقى بلاصتها 10 غتبقى بلاصتها هاد اكس خصني نجيبو عند اكس صاحبو كان عندو هنا بليس غيولي موان اكس هاد موان 20 غنديها عند 10 غتولي بليس 20. دونك اللي بدلت ليهم البلايص ديالهم هو اللي درت بالاحمر هذا جا اليسار وهذا مشى اليمين. دو اكس موان اكس جوج دراهم كنحيد هاد اكس راه هي واحد اكس احنا مكنديروش واحد حيت الا ضربتي في واحد كيبقى نفس العدد. اذا دو اكس موان اكس هي ان اكس هي اكس 10 بليس 20 هي 30. دونك لاج دو هيبا اي 30. وباش نتاكدو مزيان الا نقصنا 10 شحال كاين عندنا باش نشوفو واش داكشي اللي كان عندها 10 سنين هو النص ديال داكشي اللي غيكون عندها من بعد 10 سنين. قبل 10 سنين شحال غيكون عندها؟ غتكون عندها 20 سنه حيت قبل 10 سنين يعني ما كانتش عندها 30 ديك الساعه. بعد 10 سنين دابا عندها 30 بعد 10 سنين شحال تولي عندها؟ 40. واش 20 هي النص ديال 40؟ وي. دونك لا ريبونس صحيحه لا الجواب اللي درنا صحيح يعني كان قبل هداكشي اللي غيكون عندها قبل 10 سنين هو النص ديال داكشي اللي غيكون بعدها من بعد 10 سنين. دونك لاج دو هيبا دونك لاج دو هيبا اي 30 عام 30 سنة. يعني كنحلو مجموعة من الأمور بلي بروبليم، ولكن دائما كما كنقول لكم ونوصيكم هو تختاروا لانكوني مزيان وديروا ليكواسيون صحيحة باش يخرج لكم كلشي صحيح.